اليوم سباقنا القدرة والتحمل مسافة 42 كيلومتر. احنا اكاديمية فرسان بيت الملة من ضمن الاكاديميات اللي مسجلة على الاتحاد العراقي الفروسية. شاركنا بعدة سباقات من العام لهالسنة بالديوانية وبالموصل، وهسه صار السباق على ارضنا مسافة 42 كيلومتر. الخيول المشاركة تقريبا 20 خيل وفارس. احنا هاي تجربة جديدة ولتطوير الفروسية عامة ورياضة القدرة والتحمل خاصة. اليوم سوينا المهرجان سباق القدرة والتحمل في البصرة في أكاديمية فرسان الملة، وذلك دعما لرفع الحظر اللي صاير على الخيل في العراق. هذا السباق عبارة عن 40 أو 42 كيلو سباق قدرة وتحمل، شاركوا بالفرسان. أنا فاطمة محمد، أحد فارسات مربط بيت الملة. بديت هاي الهواية تقريبا بسنة 2021، وكان عندي خوف وتردد من هذا الموضوع لحد ما كسرت هذا الحاجز، والحمد لله عبرت هواي مراحل صعبة بحياتي تمام، وقدرت أوصل لهيك مرحلة، وشاركت بعدة سباقات اللي هي سباق قدرة والتحمل. طبعا الحظر بالعراق من 1990 او بهالاعوام صادف، واحنا اليوم ب 2024 وما زال الحظر موجود، رغم انه اغلبيه الخيول العراقيه حسب الفحوصات الاخيره خاليه من اي امراض، امراض الرعام اللي منتشره هسه بالعالم او غيرها، تم الفحص وخاليه. ورياضات جاي يدخل العراق تقريبا، يعني فرسان العراق جاي يشارك باغلب المسابقات العالميه اللي تقام بالامارات والسعوديه وغيرها من سباقات القدره والتحمل او سباقات السرعه، وجاي ياخذون مراكز.